المصدر وجاء خد قطاع في القناة وكانوا مصممين يشتغلوا في البداية حتى لو ببلاش، ولكن طبعا ما حدش يشتغل ببلاش إلا اللي اتبرع في النهاية فعلا بمكسبه. في ناس كتير جدا ومنهم شباب زي الفل اشتغلوا في القناة واللي ربنا قسمه لهم اتبرعوا تقريبا بيه كله، ان لم يكن يعني ما كانش نصه لا كله لصندوق تحيا مصر. فشبابنا الحمد لله بخير، واحنا بنقول لهم ان المشروع ده مشروعكم، احنا ساعدناكم وساعدنا زمايلكم ان احنا ننفذ مشروع قناة السويس. ان شاء الله بقى احنا بنقول لكم حافظوا على مشروعكم.